السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وفتاوى الناس. كل يوم بنحاول نتكلم مع بعض في موضوع يخص الصيام، يخص شهر رمضان، وإحنا في الشهر الفضيل. هنتكلم مع بعض النهاردة عن حاجة مهمة جدا، وهي أحوال السلف والصالحين في شهر رمضان. كل واحد مننا بعد ما دخل في الشهر الكريم، يعني يمكن يكون بيصوم وحتى بيصلي صلاة التراويح، ولكن بعض الشيء هو حاسس اني لسه ما دخلتش في أجواء رمضان. فيمكن لما نسمع أكتر عن أحوال السلف والصالحين ده ينعكس علينا، وإن شاء الله نبقى زيهم كده وندخل في أجواء رمضان ونغتنم رمضان. خلونا في البداية بس نرحب بفضيلة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصري. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور مهند. أهلا وسهلا، متشرفين بوجود حضرتك معنا. ويعني موضوع أحوال الصالحين ده فعلا لما نسمعه ممكن ينعكس علينا فعلا، وإحنا يعني حالنا يبقى أفضل يساعدنا أكتر على دخولنا فعلا في أجواء الشهر الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شهر رمضان له ميزة وله مزية، هو شهر تتضاعف فيه الحسنات وتزيد، لا تتضاعف مثلا ضعف أو ضعفين، وإنما تصل إلى 70 ضعف كما جاء في الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهو شهر فرصة لمن أراد أن يغتنمه ولمن أراد أن يصل إلى الأجر الكبير. إذا نظرنا في القرآن الكريم سنجد الله سبحانه وتعالى يتحدث عن قصص الأنبياء، الأنبياء نفسهم وهم أعلى مرتبة من الصالحين. يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، إلى آخر الآيات. ولذلك فالحديث عن أحوال الصالحين حديث يعني يترتب عليه أن الهمم يعني الهمم تزيد، تعلو أو تزيد، تعلو وتزيد. والإنسان دائما كلما يعني نظر إلى من هو أعلى منه حاول أن يقتدي به، أعلى منه في الطاعة. نحن نتحدث الآن عن الفوارق في الطاعات والعبادات. ولذلك فلو حبينا مثلا ننظر إلى السلف الصالح كيف كان حالهم في رمضان، هم يقتدون بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان اجتهد جد واجتهد، وخاصة في العشر الأواخر، لكن مع بداية الشهر كان أيضا يجد ويجتهد. ولذلك فأخذ السلف الصالح من هذا أنه يستحب لكل إنسان في بداية شهر رمضان أن يغتنمه وأن يجد وأن يشاهد وأن يكثر من الطاعات. فنجد مثلا من الصالحين الإمام الزهري، كان إذا دخل شهر رمضان كانوا يتوقفون عن الأعمال الثانوية أو الأعمال التي ليست هي أعمال أصلية الآن، لأن لكل وقت وظيفة، كل وقت له وظيفة. فمثلا يوم عرفة وظيفته الصيام والحج، شهر رمضان الصيام وقراءة القرآن والقيام بالليل. ولذلك فشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلو نظرنا إلى أحوال السلف الصالح نلاقي كلهم كانوا يقبلون على القرآن الكريم، طبعا مع الصيام ومع القيام، إلا أن القرآن الكريم له مكانة، له قدر. فكان مثلا الإمام الزهري كما قلنا كان إذا دخل شهر رمضان توقف عن كل ما كان يفعله، وكان يقول: إنما رمضان قراءة القرآن وإطعام الطعام. الله، قراءة القرآن وإطعام الطعام. وسد الإمام مالك مثلا وهو يعني من العلماء الأجلاء المشهود لهم يعني بالصلاح والتقوى والعلم والإيمان، كان أيضا إذا دخل شهر رمضان كان يفر من مجالس الحديث، وطبعا إمام من أئمة الحديث، كان يحاول أن يتجنب هذا من أجل أن يقبل على وظيفة الشهر. ومن هنا أخذ العلماء أن لكل وقت وظيفة،
فوظيفة رمضان قراءة القرآن مع الصيام ومع القيام. يعني سبحان الله كان بيفضل بين مجالس الحديث وقراءة القرآن، يعني الاثنين خير. نعم كلاهما خير. فين بقى؟ هو كلاهما خير. احنا الحمد لله يعني في حال مقبول ان شاء الله، لكن نتحدث عن المزيد. ازاي نقدر نزود بالفعل؟ تمام. وفي نقطة مهمة جدا يا دكتور محمود، وهي ان يعني بعض الناس لحد دلوقتي، وانا يعني اعد نفسي منهم، ان يمكن اكون ماشي بصوم وحتى صليت صلاة التراويح، بس حاسس لسه في حاجة، يعني مش اللي هو دخلت في اجواء الشهر. كلما أحس الإنسان بقلة عبادته كلما كان موقفه حسنا. طب الحمد لله. والعكس كلما أحس الإنسان بأنه قد وصل إلى القمة فهذا موقفه ليس حسنا، لأن الطاعات لا تنتهي، لا يمكن للإنسان أن يفعل كل أنواع الطاعات في جميع الأوقات. هو يفعل جنس الطاعة ماشي، يعني هذا وارد، أنه يصوم، انه لكن علشان يصوم اثنين وخميس ويصوم يوم ويفطر يوم ويصوم رمضان وكذا قد يصعب. ولذلك فالناس يشتركون او الصالحون يشتركون في انهم يفعلون جنس الطاعات لا افراد الطاعه بكل تفاصيلها. ولذلك فهو نحن نحتاج الى ان يعني نجد وان نجتهد ان نضع لانفسنا طريقا. ودائما كان سيدنا ابن عمر يقول: من اراد ان ينظر في دينه فلينظر إلى من هو أعلى منه. ليه لما أنظر إلى من هو أعلى مني؟ لأن نظري إليه سيترتب عليه أن أنا ممكن يحصل عندي غيرة مثلا، غيرة أن أنا حابب أكون مثل هذا، فاشتغل على نفسي أكتر وزود في العبادات والطاعات. انظروا في دينكم إلى من هو أفضل منكم، وفي دنياكم إلى من هو أقل منكم، حتى لا تزدروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم. ذلك فالسلف الصالح كان يجتهد، كانت وظيفتهم في شهر رمضان الصيام والقيام وقراءة القرآن. طبعا قراءة القرآن حينما نقول مثل هذا الكلام ليس معناه أننا هقرأ القرآن وقاعد ماسك المصحف للنهار وخلاص. ده قراءة القرآن بمعنى القراءة والعمل بما في القرآن الكريم. القرآن يتضمن أشياء عديدة، منها تشريعات، منها أخلاق، منها أحوال الناس مع بعضهم البعض، منها العبادات. ولذلك فلو قرأ الإنسان ويعني داوم على قراءة القرآن وجعل القرآن هو منهج حياته، فإنه في النهاية سيسعد، لأنه سيحل الحلال ويحرم الحرام. حضرتك تقصد أن احنا نعيش كمان مع القرآن في الشهر الكريم ده، مش فكرة أن احنا نبقى بنقرأه بس، لا احنا عايشين مع القرآن، بنتدبر الآيات وبنحاول نعمل باللي في القرآن الكريم. هنبتدي ناخد تليفونات، وبفكر حضراتكم تقدروا تتواصلوا معنا ونستقبل أسئلتكم واستفساراتكم علشان إن شاء الله نجاوب عليها. معنا أمل، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل أهلا وسهلا وحضرتك بخير، اتفضلي. أهلا وسهلا. أنا سؤالي هو محدد، أنا دلوقتي لغاية الآن يعني النهاردة 3 رمضان ولغاية الحين أنا ما مسكتش المصحف. ما مسكتيش المصحف؟ يعني يدوبك الصلاة، وعشان عندي ابني بيذاكر وفي امتحانات، فانا الوقت كله مع ابني، فانا مش قادره حتى افضى الدقيقه اللي انا ممكن افضاها بنام فيها من كتر التعب. فانا مستغليه بقى بكره ان شاء الله يروح المدرسه وانا اقعد امسك القران وابدا القراءه وربنا يقدرني. لكن انا مش قادره حتى كمان اخد وقت لصلاه التراويح، يا دوبك بس الفروض المكتوبه وخلاص. ربنا يقدرك يا أستاذة أمل. الله يخليك. سؤال حضرتك وصل، اتفضل يا دكتور محمود. شكرا لحضرتك. هو قراءة القرآن حسب استطاعة الإنسان، والعبادة يعني القراءة من أفضلها، لكن هناك عبادات أخرى قد يكون بها الإنسان، وفي نفس الوقت يحصل على ثواب ما يقوم به، وأيضا يحصل على ثواب العبادة التي لم يقم بها لوجود العذر مثلا، كما في السائلة الكريمة هي تقوم على متابعة ابنها، وده أمر عظيم وعمل وجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك هي لا تستطيع أن تقرأ القرآن. ممكن بقى كما يعني دائما نقول الجمع أولى من الاختيار أو أولى من الترجيح. فمثلا دلوقتي الإنسان حيصلي، ممكن أقرأ في صلاتي، يعني ممكن أمسك المصحف، بعض الفقهاء أجازوا مثل هذا، أمسك المصحف وأقرأ منه ولو سطرين ثلاثة مثلا. ممكن قبل أن أنام
طيب هي مثلا في اليومين دول لم تستطع القراءة وهتقرأ بعد كده، مفيش مانع. مع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى بفضله الواسع يمنحها الثواب كأنها قرأت تماما. جاء في الحديث إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعطى للمريض والمسافر أجر ما كان يفعله مقيما صحيحا. كان وهو في صحته كان يصوم، وكان وهو مقيم يصلي ويفعل ويفعل ويفعل، فتغير حاله، صار مريضا لا يستطيع الإتيان بما كان يفعله قبل ذلك، أو سافر فلم يستطع أن يؤدي بعض العبادات، فإن الله سبحانه وتعالى يمنحه الأجر كأنه فعلها تماما. ليه؟ للنية. نية المؤمن خير من عمله، وإنما الأعمال بالنيات. فهي بنيتها الطيبة وبحرصها، وهي بتقول حتى أنا مستنية بس ابني ينزل المدرسة وأنا أحاول أجد وأجتهد وكده، فإن شاء الله تؤجر بنيتها تؤجر على وتحاول ذلك على قد ما تقدر وتحاول. تمام. محمد سلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا، اتفضل. هو حضرتك بس كنت أسأل فضيلة الشيخ، يعني أنا من أسبوعين كده كان في مشاجرة مع زوجتي وقلت لها تحرمي عليا زي أم وأختي يعني. فقريت في بعض المواقع كده ان ده في ظهار صريح وفي ظهار غير صحيح، فانا مش عارف هل هو ظهار، ولو هو زهار حضرتك قلت لها ايه باللفظ يا استاذ محمد؟ تحرمي عليا زي ام اختي. تمام. حضرتك حابب تساله في حاجه دكتور محمود؟ لا، هو موضوع التحرمي عليا او كل ما يتعلق بالطلاق والتحريم يحتاج الى المحاوره الشخصيه مع سماعه وسماع الزوجة، ولذلك دائما وأبدا نفضل أن يأتوا إلى دار الإفتاء المصرية، لأن هو بالسائل الكريم يقول أنا قرأت على المواقع الظهار ومنه صريح ومنه غير صحيح، هذا كان معناه أنه هو لا يعرف الظهار أصلا. أيوه. ولذلك يحتاج الأمر إلى أن يراجعنا في دار الإفتاء المصرية. شكرا يا محمد. ليلى سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، تفضلي. ممكن أتكلم فضلت الشيخ؟ مع حضرتك، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا متجوزه بقالي 10 سنين. نعم. وما عنديش اولاد، نفسي ربنا يرزقني بالذريه الصالحه، بحس ان ربنا مش راضي عني وزعلان مني. ليه بس كده أخلي. ربنا يصبرك ويرزقك كده، بس وحدي الله، ربنا كل يعني عطاء ومنعه كله خير. نسمع رد الدكتور محمود. نحن في ايام فاضله، ايام شهر رمضان، فيها الدعاء مستجاب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حين يفطر. فأسئلة الكريمة، لا تيأسي دائما وأبدا، تعلقي بالله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، ادعي وسيب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فيعني مع دخول المغرب، أذان المغرب قبل الإفطار، تدعي تدعي كده بأن ربنا سبحانه وتعالى. طب ما ندعي لها كده دكتور محمود بعد إذن ربنا حضرتك. يرزقها الذرية الصالحة وهي وكل محروم. اللهم آمين. اللهم آمين. شكرا يا أستاذة ليلى. أم نورين سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم. دلوقتي أنا عندي في البيت، أنا دلوقتي بحفظ قرآن في الدار. تمام. فعشان خاطر دلوقتي بيقولوا في رمضان لازم أما تخلص رمضان تختم القرآن كله. مين اللي قال لازم؟ المشايخ بيقولوا تختم القرآن قراءة. طيب نشوف الموضوع ده. ايه سؤالك طيب يا منورين؟ هل دلوقتي ينفع ان انا احفظ القرآن وما ينفعش ان انا اختم القرآن؟ يعني بين الحفظ قراءة؟ والقراءة ايه افضل؟ صح كده، وصل السؤال. طيب دكتور محمود هيرد على حضرتك، شكرا جزيلا. حفظ القرآن شيء مهم وشيء مطلوب، والقراءة ايضا مهمة ومطلوبة. ممكن السائلة الكريمة تقسم الوقت، فيعني تحفظ القدر اللي عليها، لأن ده أساسي، ثم بعد ذلك تختار وقت محدد تقرأ فيه، فتجمع بين الأمرين. ودائما وأبدا نقول يا جماعة نجمع، لا نختار، نجمع بين القراءة والحفظ، نجمع بين الصدقة وقراءة القرآن، بين الصيام والصلاة، لا نختار. نجمع وقت. عدد كبير من العبادات يعني، نجمع كثيرا من العبادات. فهي السائلة الكريمة، الحفظ ده الأساس، لأن ده الفرض الذي عليها الآن، طالما أنها تتابع مع معلم أو محفظ يعني. ثم قراءة القرآن لا تنساها، ولا يعني برضو هي كما قلنا تحدد وقت معين وتجمع بين الأمرين. الحفظ له ثواب كبير، وكذلك القراءة أيضا لها ثواب كبير، فهنا ثواب وهنا ثواب، فنجمع بين الأمرين. طبعا لو الإنسان لم يستطع
أن يجمع بين الأمرين، لأنه لو قلنا زي السائلة الكريمة اللي في الأول اللي كانت مشغولة طوال الوقت، فقد تكون هذه السائلة الوقت المتاح هو للحفظ، خلاص ما فيش مانع، يعني هي ممكن يكون الحفظ أولى. الحفظ مقدم لأنها تتابع مع معلم بالنسبة لحالة هي بالنسبة لحالة. أيوه. لكن لو شخص آخر حافظ مثلا أو يعني يريد أن يحفظ اختيارا ما فيش حد بيحفظه أو غيره، لا يبقى يجمع بين الأمرين. وبرضو النقطة اللي هي بتاعت إن قالوا لازم نختم القرآن في رمضان، فبرضو دي عايزين نعلق عليها. لا هو ما فيش لزوم، لأن كلمة لازم يعني واجب، والواجب يعني شيء الشرع الشريف هو الذي طلبه. وطلب جازم يعني لا اختيار لا رجوع فيه، مثل أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، هذه طلب، هذا طلب جازم يعني طلب على سبيل الفعل لا بد منه. أما قراءة القرآن فهو حينما يقول لازم تقرأه هو ليس من باب اللزوم، بمعنى اللزوم اللي هو الواجب يعني، وإنما يعني حافظوا على قراءة القرآن، نحاول نختم في الشهر زي ما نقول للأولاد كده، مستحب انت يعني لازم تختم القرآن في رمضان. أيوه. هو لا، هذا ليس لازما بالمعنى الشرعي. أيوه. وإنما بالمعنى ان يعني جد واجتهد وحاول ان انت تختمه قدر المستطاع. ربنا يرزقنا كلنا الاجتهاد. محمد سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، اتفضل. أهلا بحضرتك، ممكن أكلم الشيخ بعد إذنك؟ مع حضرتك. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي ثلاث أولاد بنات. نعم. يعني من 22 وانت نازل كده. فالثلاث أولاد البنات دول بيشتغل مصنع أدخنة، مصنع بتاع معسل. يعني بيساعدوني في الحياة وجهازاتهم والكلام ده. فعايز أعرف حكم الشرع، هل شغلهم في مصنع الأدخنة ده حرام ولا حلال؟ حابب تسأل في حاجة؟ لا اتفضل يا استاذ محمد. انا بتعامل مع راجل صاحب محل، هو صاحب محل اجهزه كهربائيه. ولكن يعني انا لو عزت مثلا حديد مسلح للمباني او عزت اسمنت او حاجات زي كده، هو بيجيبها لي من حد وبيقسطها لي. يعني هو بيجيب لي الحديد والاسمنت ده من 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 حد تاني، بيبيع الحديد والاسمنت وبيقسطه لي انا. انا باخده، هو بيشتريه كاش وانا باخده منه بالقسط، وبيزود شويه في الثمن، صح كده؟ بيزود فوائد. تمام. يعني مثلا عامل فوائد 25-30% فوائد، هو بيشتريه كاش وبيدولي انا بالقسط. ولو عزت اي حاجه مش حديد واسمنت بس، لو عزت حديد اسمنت، عايز اجهزه، عايز موتوسيكل، عايز توك توك، عايز عربيه، عايز اي حاجه، هو يعني بيتاجر في الكلام ده كله كتجاره. حابب تستفسر منه في حاجه؟ لا دكتور محمود، واضح. تمام، شكرا جزيلا استاذ محمد، ودكتور محمود هيجاوب على حضرتك. بالنسبه للجزء الاول، هو واضح من سؤال السائل الكريم ان البنات بتساعده، يعني كأن هناك حالة احتياج، ولذلك فلا مانع من أن تستمر البنات في مثل هذا العمل طالما أن هذه الأسرة تحتاج إلى مثل هذا. يعني للضرورة كده. للضرورة. للضرورة، والحاجة لا حرج في ذلك إن شاء الله. وأما بالنسبة للجزء الثاني، هو يتحدث عن معاملة مالية هي الشراء بالتقسيط. هو يحتاج سلعة معينة، الحديد مثلا، فيذهب إلى شخص يمتلك المال، صاحب المال يذهب فيشتري السلعة بماله ويتملكها ثم يبيعها له بالتقسيط. هذا أمر جائز شرعا، لا حرج فيه. كثير من الناس يعني يظن أو يعني يغلب على ظنه أن البيع بالتقسيط أو البيع لازم يكون الشخص يتاجر في هذا الشيء بعينه. لا، هي المسألة مش كده. هو الشرع الشريف قال إذا أردت أن تتعامل في البيع والشراء فلا تبع شيئا إلا إذا امتلكته فقط. مش مسألة بقى ان انا لازم عندي محل ولازم يبقى الحاجة دي نفسها موجودة، متخصص في الحاجة دي. لا، انا محتاج حديد، فلان هيذهب بماله يشتري، بمجرد انه اشترى الحديد قد تملكه، صار الحديد ملكا لصاحب المال. صاحب المال حينما يبيع لي الحديد او يعطيني الحديد بالتقسيط، هذه معاملة ثانية. شخص يملك يبيع لشخص يحتاج بقدر يتم الاتفاق عليه، فهذا تعامل جائز شرعا لا حرج فيه. احمد سلام عليكم. اهلا وسهلا، اتفضل. كنت عايز اسال فضيله الشيخ، انا بقرا المصحف كتير بس مش قادر احفظ يعني الايات كلها، في ايات بحفظها وفي ايات لازم مره واثنين وثلاثه عشان احفظها، وبرده بتقع مني. الحل ايه عشان احفظ حاجه زي كده؟ انت اساسا عايز تحفظ، صح كده؟ تمام. انت سنك قد ايه يا استاذ احمد؟ 30 سنه. تمام، ان شاء الله دكتور محمود هيجاوب على حضرتك، شكرا جزيلا. حفظ القران لابد فيه من معلم. صعب جدا ان انا احفظ القرآن مع نفسي، لان معلم يعني هيقرأ لقدر محدد
وليكن صفحة نص على حسب يعني إمكانيات كل واحد وظروفه، هيحدد لي أيام هاجي أتابع معاه أسمع له اللي أنا حفظته أو أقرأ عليه أو كذا. فإذا وجد معلم وجد نوع يعني أشبه بالإلزام شوية. أيوة بالظبط، ده هيخلي الإنسان يحفظ. لكن أنا بقرأ مع نفسي، طيب أنا النهاردة لا دي سورة البقرة صعبة، طب ما نقرأ في آل عمران نقرأ فيها شوية، لا دي صعبة، طب ما نقرأ مثلا، طب نجيب من آخر المصحف. فما دام الإنسان مع نفسه قد يتسرب إليه الكسل الملل، أن يعني يحاول من داخله أن يقنع نفسه أن الحفظ ده أمر صعب، ولذلك هحفظ قرآن يبقى لازم أروح لحد من الصالحين من الحفاظ يعني يقرأ أقرأ عليه ويصح لي الحاجة، بحيث لما أحفظها أحفظ حفظ صحيح، ثم بعد ذلك هو هيسمع لي بعد كده، يبقى في نوع إلزام ونوع جد واجتهاد. لكن الإنسان ليس مكلفا شرعا بأن يحفظ القرآن الكريم، مش واجب على كل مسلم من المسلمين أن يحفظ القرآن، هذه منحة وهذا عطاء من الله سبحانه وتعالى يمنحه لمن يشاء، يعني أشبه ما يكون بفروض الكفاية كده. إن البعض قال لو حب خلص عمله خلاص سقط عن الباقين، والحمد لله رب العالمين، يعني الحفاظ كثيرون، ولذلك فهو حسب ظروفه إذا استطاع الحفظ فبها ونعمت. وهنا يأتي الحديث بقى الحديث المعروف يعني المشهور، الماهر بالقرآن الحافظ له، الرواية كده في صحيح البخاري، الماهر بالقرآن الحافظ له مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجرا، فلو استطاع الحفظ جزاه الله خيرا وله ثواب كبير، إذا لم يستطع يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب ناخد عبد العزيز. السلام عليكم. الله وبركاته. تفضل يا أستاذ عبد العزيز معاك. كيف حالك الشيخ؟ السلام عليكم. مع حضرتك. تفضل. تفضل يا فندم. أستأذنك وطي التلفزيون وسمعنا من التليفون على طول كده. طيب الخط فصل، كلمنا مرة تانية أستاذ عبد العزيز. أم محمد سلام عليكم. أم محمد. ألو. أيوة أهلا وسهلا. أهلا بيك. تفضلي يا فندم مع حضرتك. سامعين حضرتك يا أم محمد، اسألي سؤالك على طول مع حضرتك، اتفضلي. أول سؤال، ما أنا قلت أول سؤال، أنا عمري 63 سنة. ربنا يديك الصحة يا رب. وبصلي وأنا قاعدة عشان رجلي وجعاني، فهل أنا عليا وزن؟ تمام. السؤال الثاني، السؤال الثاني في أذان الفجر بقول إيه، يعني إيه في أذان الفجر بقول إيه؟ الصلاة خير من النوم، فأنا بقول صدقت سيدي حبيبي يا رسول الله، هل الدعاء دوت مظبوط ولا في دعاء غيره؟ شكرا. تمام. يا أم أحمد شكرا لحضرتك، تفضل. بالنسبة للصلاة وهي جالسة، صلاة الفرض الفريضة الفرائض الخمسة تحتاج أن يصلي الإنسان وهو قائم وهو واقف وبركوع وسجود الهيئة المعتادة إذا كان المصلي قادرا على ذلك، أما إذا كان مريضا مثلا لن يستطيع السجود أو لن يستطيع القيام أو لا يستطيع الركوع فيفعل ما يستطيع. فلو أم محمد جزاها الله خيرا لا تستطيع أن تصلي وهي قائمة وهي واقفة، ممكن تصلي وهي جالسة على كرسي أو على الأرض حسب الظروف، والصلاة صحيحة، يستوي في هذا صلاة الفريضة وصلاة السنة. فكلاهما يجوز أداؤه وهي جالسة طالما أنها غير قادرة على الصلاة وهي قائمة. بالنسبة للجزء الثاني، يعني متكرر أو من السنة أن الإنسان يردد خلف المؤذن، يعني من السنة إذا سمعتم المؤذن يقول فقولوا مثل ما يقول، قال إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فهذه نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب في صلاة الفجر يزيد أذان صلاة الفجر بفقرة وهي الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم دي عبارة عن كأنها حاجة من المؤذن للناس، يعني يا جماعة قوموا للصلاة هي أفضل من النوم. فهنا نردد إيه؟ نقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم؟ قالوا لا، وإنما نقول صدقت وبررت. نعم صدقت، كلامك صحيح، وبررت يعني ندعو له بقى، يعني هو جزا الله خيرا ينبهنا، فكرنا يعني أو شكرا جعلك الله أو زادك الله من البر وجعلك الله بارا. فعند قول المؤذن الصلاة خير من النوم نقول صدقت وبررت.
جميل جدا. هنروح لفاصل قصير ونرجع نستقبل كمان استفسارات حضراتكم، خليكم معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية، مكملين كلامنا عن أحوال السلف الصالح والصالحين في شهر رمضان، علشان إن شاء الله نحاول نتأسى بيهم، ناخد دفعة كده علشان ندخل في أجواء الشهر الكريم. مشرفنا منورنا الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصري. يعني كنا بنتكلم في بداية الحلقة عن فكرة أحوال السلف والصالحين يا دكتور محمود، ومحتاجين نستزيد أكتر، يعني كل شوية نسمع. وهنا حابب بس ألفت النظر لحاجة معينة، إن أوقات كتير لما بنيجي نسمع القصص دي بيجي لنا بعض الملل، أو الناس تقول لك إحنا يعني بنسمع في قصص أو بناخدها بالمنطلق ده، فتقول لنا إيه في الجزئية دي وإحنا بنسمع أحوال قصص السلف الصالح والناس اللي سبقونا بالأعمال الصالحة دي؟ هو حكاية السلف أو الحكاية أو الحديث عن السلف الصالح أو عن السابقين حديث من أجل أن نستفيد منه، لا من أجل أن يعني ييأس الإنسان. يعني كانوا دائما وأبدا يقولون فلان مثلا فعل كذا وكذا، طيب أنت إيه اللي ناقصك حتى تكون مثله؟ ما هو فعل، هو إنسان زيك، فأنت خذ شوف هو كان بيعمل إيه، لأن أنا يعني نحتاج أن نقتدي بهم، لأن كانوا أقرب إلى عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا الحالة الإيمانية، فهم كانوا بيعملوا إيه وإحنا هنعمل زيهم. فنجد مثلا بعضهم كان يقرأ القرآن أكثر من مرة في شهر رمضان. طيب أنا هعمل إيه لو قدرت أن أنا أقرأ مثله؟ خلاص يبقى يعني ربنا يفتح ويزيد. طب إذا الإنسان لم يستطع، فيأتي حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، والآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى أنا محتاج أعرف السلف كانوا بيعملوا إيه، لأن دول اللي عاهدوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشافوه وأخذوا منه التوجيهات يعني التوجيهات الملفوظة والتوجيهات التي هي عبارة عن قد تكون إشعاعات نفسية. الله. إذا استطعنا أن نقول يعني مثل أيوة فكرة أنهم كانوا بيستمدوا حتى طاقتهم دي من النبي صلى الله عليه وسلم منه. فكانت تنتقل جيلا بعد جيل. طيب فأنا محتاج أن أنا أعرف السلف الأول كان بيعمل إيه. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. فنلاقي مثلا سيدنا الإمام الشافعي بينه وبين حضرة سيدنا النبي يعني 150 سنة، يعني حاجة قليلة خالص. كان يختم القرآن يعني مما روي يعني أنه كان بيختم القرآن في الشهر 60 مرة. 60 مرة ده يعني هيختم كل يوم مرتين، يعني احنا مش قصدنا ان احنا نصعب على الناس باننا بنحكي لهم القصص دي، بقدر ما احنا بنديكم مثل وكل واحد مننا على قد ما يقدر يتأسى بالناس الصالحين الجمال دول، صح؟ يعني هي طاقة. أيوة. طاقة إيمانية بالزبط. الإنسان بيشحنها وبعد كده بيفعل ما يستطيع أن يفعله. ودايما يعني أنا بحب أقول مقولة كده، يمكن طالما غيري قدر لو حاولت أقدر، فدي نقطة مهمة كده. ربنا يرزقنا كلنا يعني إيه العزيمة والإصرار بإذن الله على العبادة في الشهر الكريم. ناخد دعاء. سلام عليكم. دعاء. ألو. طيب مش معانا. طيب هننزل. طيب هنروح هنشوف تقرير كده صورناه مع الناس في الشارع ونرجع نكمل، خليكم معانا. اليوم بيبقى خفيف جدا، يعني ما فيش اي حاجه ولا عطله ولا اي حاجه. الصيام احيانا بيدي نشاط ان الواحد يقوم ويشتغل اكتر. بروح الشغل عادي وبكمل بيت اليوم والحمد لله. يعني واحد بيتعب شويه بس يعني من عند ربنا، ربنا بيديك الصبر وبيديك قوه من عنده من عند ربنا، دي حاجه مذكوره في القران، فالواحد بيكمل يوم عادي. يعني أكيد طبعا بروح شغلي في رمضان لأن بيبقى الأجر مضاعف في رمضان، فإن أكون صايم وإني أروح شغلي فربنا بيجازيني على ده. وإحنا بنعرف إنه الرسول صلوات الله عليه كان في أكثر غزواته كانت في شهر رمضان، وما كان يعيقهم نهائيا عن ممارسة أعمالهم في ذلك اليوم، لذلك إحنا بنقتدي بالرسول صلوات الله عليه بأعمالنا وبأشغالنا وبننزل للعمل، وبالعكس ربنا بيعطينا أجر وثواب أكثر. بنصحى برضو عادي جدا الساعة 6 الصبح، بننزل الكلية بننزل كورساتنا عادي جدا، اليوم عادي جدا، بس بالعكس اللي هو في رمضان اللي احنا بناخد طاقة إيجابية أكتر، اللي احنا مثلا صايمين كن يعني كن نشيطة والثواب يكون مضاعف. الدراسة والمذاكرة أنا بنزل دروس عادي طول اليوم وبرجع قبل الفطار أو على الفطار، فالموضوع بالنسبة لي بسيط عادي.
بنزل طبعا وبروح شغل لان شهر كريم ومحتاج ان احنا نشتغل فيه كويس. بروح المواعيد بتاعت الاساسيه اللي بتاعت الشغل، بنزل الصبح وباجي اخر النهار. يعني الناس الجمال بيتكلموا عن الشغل في رمضان وهل شغلهم اتأثر في رمضان، ويمكن احنا عندنا برضو يعني احد الثقافات كده السلبية شوية اللي يعني، بس احنا الحمد لله بنعملش كده يعني، ان دايما ايه رمضان شهر ان احنا يعني كسل ومش قادرين وتعبانين ومعلش بقى بعد ما يخلص رمضان ان شاء الله نبقى نرجع اشغالنا تاني ونرجع مذاكرتنا تاني. لكن كلام الناس جميل ما شاء الله وبينم عن فهمنا ووعينا بحقيقة الشهر الكريم. وعايز تعليق حضرتك يعني، بتتكلم لا انا بروح الشغل عادي، انا بتعب بس ربنا بيصبرنا، بنقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، انا لازم اروح كورساتي وكليتي ورمضان بيديني طاقه اكتر، انا نشيطه ولازم احافظ على الدراسه في رمضان. وحد تاني قال ان برضو ان رمضان بيدينا طاقه اكتر للشغل. التقرير اشتمل على يعني اكثر من شخصيه كريمه، والكل متفق على ان الصيام ليس شهر مثلا شهر نوم أو شهر كسل، وإنما هو شهر عبادة، شهر جد واجتهاد. وحتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعث أصلا وكان إيه كان يجد ويجتهد في شهر رمضان ويذهب إلى الغار ويفعل كذا وكذا. والتاريخ بقى الإسلامي يعني بيشهد بأن الصيام ليس عائقا حتى أمام الفتوحات وحتى أمام الجهاد نفسه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، نصر اكتوبر في شهر رمضان والمسلمون صائمون، كذلك غزوة بدر، فتح مكة، كل هذا كان في شهر رمضان. ولذلك فهو شهر رمضان ليس مدعاة للكسل، وإنما هو شهر للجد والاجتهاد. والحمد لله رب العالمين يعني الأعمال يعني تسير والأمور يعني كما يعني ينبغي. فنشكر فعلا المشاهدين الكرام على مثل هذا الكلام. ربنا يعيننا جميعا في الشهر الكريم. دعاء رجعت مره تانية، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. كنت عايز اسال بس جوزي بيشتغل في مجال التصوير، عايز اعرف ده حرام لا. ولا لا ما سمعناش السؤال كويس، معلش قولي تاني. جوزي بيشتغل في مجال التصوير. مجال التصوير. جوز حضرتك بيشتغل في مجال التصوير. ايه جوز حضرتك بيشتغل في مجال التصوير صح كده؟ تمام. دكتور محمود تمام، دكتور محمود هيجاوب على حضرتك. هو موضوع التصوير يعني بحث كثيرا واستقرت الامور على ان التصوير جائز، يعني مثله مثل اي امر يعني مباح، فالعمل جائز شرعا في اصله طبعا. اما التفاصيل بقى فكل واحد ادرى بما يفعل، لكن في اصله التصوير في اصله عباره عن حبس ظل، وكل هذا اتفقت الكلمات الفقهيه الان على أنه جائز ولا حرج فيه. طيب نرجع بقى لموضوعنا وعايزين نتكلم عن فكرة، طيب لو أنا لحد دلوقتي حاسس أن أنا غافل عن الشهر الكريم، مثلا ما بصليش تراويح، بقطع حتى في الصلوات، يدوب على قد الصيام، بعض العادات السلبية لسه برضو ما تخلصتش منها، اللي حاسس أنه لسه في غفلة نقول له إيه؟ نقول له أن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان هو أدرى بهذا الخلق وأدرى بحالهم، وأنهم يعني لن يتغيروا في لحظة، وإنما صيام رمضان 30 يوم علشان حتى ليلة القدر جاية في الآخر في العشر الأواخر، من أجل أن يكون الإنسان بدأ يوم بعد يوم. طبعا في البداية طبيعي بيبقى لسه النشاط ليس يعني كما ينبغي، لكن مع الأيام خلاص الإنسان بيعتاد وتزداد بقى الشحنة الإيمانية. ففي دخلة رمضان بيبقى الناس منبهرة بالجو نفسه، ان رمضان جه والصيام، يا هننام 3 ساعات بس، هنعمل مش عارف ايه. طيب يوم بعد يوم خلاص بقى هو خلاص صار الامر واقعا، فهيبدأ بقى يضع لنفسه او يسير في الاطار الطبيعي، يعني كأننا لسه بنسخن كده. تمام. أيوه. حتى اللاعب زي ما حضرتك قلت كده، اللاعب لما ينزل في الماتش ما بينزلش طبعا من الاول يعني في قمه النشاط يعني، بتبدا شيئا فشيئا وهكذا. الشهر 30 يوم من اجل ان يعتاد الناس، من اجل ان تزداد الهمم يوما بعد يوم. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الامر، ان المساله ليست بين لحظه واخرى وانما تحتاج الى تدرج. كان اذا دخل العشر الاواخر
أحيا ليله وشد المئزر وأيقظ أهله. لماذا؟ من أجل أن يدرك ليلة القدر. قد تكون ليلة القدر ليلة 29، طب معانا 9 أيام، ولكن يوم بعد يوم الأمور بتزداد وبتهدأ الأمور وتستقر، والإنسان خلاص بقى بيعيش الجو الفرحة التي هي فرحة ظاهرة فقط، خلاص بتبدأ بقى يعني أو تنكشف أو يعود الإنسان إلى الغرض الأساسي، ليس الأمر الظاهري فقط. ولذلك فبعد يوم بعد اثنين ما فيش مانع، طبعا الأمور معانا شهر طويل، من قصر في أول يوم يجد في ثاني يوم، من قصر في العشرة الأوائل يجد في العشرة الأوسط وهكذا. ربنا يعيننا جميعا. علا السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا، تفضلي. أي أستاذ من فضلك، كنا عندي سؤال من فضلك. تحت أمر حضرتك، تفضلي. دلوقتي حضرتك، أنا ابني، أنا أرمرة، ابني دلوقتي كنت مسلفة أمي فلوس وكده، هو مبلغ. كنت إيه؟ هي غير قادرة. نعم. مسلفة والدك إيه؟ والدتي. مبلغ يعني، فهي غير قادرة إن هي إيه تديني المبلغ ده، فأنا فسكت. فبعدين أنا كان هو الصوت بيبعد، حضرتك سامع كويس؟ نعم. انا سمعت ان هي سلفت والدتها مبلغ. وبعدين والدتها مش قادره تسد. ايوه صحيح. ايه بقى ايه بعد كده؟ وبعدين انا دلوقتي عشان انا خايفه من الذنب والوتر يعني اتجاه ابني طبعا، فكان معايا مبلغ كان جاي لي من زوجي وكده الله يرحمه، فكتبته باسم ابني. يعني كانك معذره بس كانك سلفتي والدتك مبلغ من فلوس ابنك. تمام. والام الان غير قادره على السداد، فانت حابه تعوضي ابنك من مالك الخاص اللي جالك عن طريق الميراث. تمام. انا كده عليها ذنب، انا عليها وزر من ناحيه ابني. تمام. السؤال كده. شكرا جزيلا يا علا، نجاوب عليها سريعا. هي سلفت والدتها مبلغ لان الام تحتاج، والزوجة اللي هي البنت ما كانش معاها فلوس، فاخدت من فلوس ابنها الذي ورث هذا المال عن ابيه. الأم الآن غير قادرة، فهي حاسة بالذنب إن كده فلوس الابن ضاعت، فهل لو أنا كتبت لابني حاجة تساوي ما أخذناه منه يجوز؟ نعم يجوز، مفيش مانع. كده أنت رديت الحق لصاحبه وتحملت أنت، كأنك بقى أنت التي ساعدت الأم، فتصرف صحيح، مفيش مشكلة إن شاء الله. جميل. وفاء سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، اتفضلي. أهلا بحضرتك يا فندم، ممكن أتواصل مع الشيخ؟ مع حضرتك. لو سمحت، انا متزوجه، كنت متزوجه بقالي سنه ونص وحصل حمل، وانا حامل كان حالتي الصحيه مش كويسه، ومامتي ساكنه في مكان بعيد عني، حبت تجيلي، فقلت لها قدام زوجي انا ممكن تيجي تباتي معايا. اول ما قفلت هو اصر اللي هي ما تباتش معايا، وانا كان حالتي الصحيه تعبانه، فحصل شد وجذب بيني وبينه، ولما مامتي جت اصرت ان انا اروح معاها. بعديها مامتي اعتذرت له، وحتى يعني الكبار عندي في عيلتي انا جم اعتذروا له، ورجعت البيت تاني. بس من ساعه لما رجعت البيت هو ما حصلش نصيب في حملي ده واجهدت. بعد لما رجعت البيت جوزي ما رضاش يحصل اي حياه زوجيه بيني وبينه عشان ما يحصلش حملي تاني. الموضوع ده بقى له قد ايه طيب يا استاذه وفاء؟ نعم. بقى لكم قد ايه على الخصام ده؟ قعد فتره 3 شهور معايا، لغايه لما انا صليت 3 استخاره 3 ايام ورا بعض، وبعدين كلمت معاه قلت له ده ما يرضيش ربنا، حتى انا جبت حد من حكم من اهله وقال له حرام اللي بيحصل ده، وخساره حياتك، زوجتك ست محترمه ما عملتلكش حاجه. هو كان مصر ان ما يحصلش حياه زوجيه، بيعاملني بما يرضي الله كويس، بس مش عايز حياه زوجيه بينا. لغايه لما قلت له اللي بيحصل ده حرام وشرعا حرام، فقال لي خلاص انت لحقوقك اللي انت عايزاها هيديها لي وطلقني. بس انا كنت مصره لغايه الاخر ان بقيت اقول له حرام، هو فتح البيت انت يعني فتح البيت مش بالسهل، وحرام انك انا ما عملتش حاجه معاك تضطر ان او تضطرني ان انا اتطلق، واصر وطلقني. انا عايزه اعرف هو كده حرام عليه ذنب عليه ولا لا، لان انا كنت بما يرضي الله معاه لغايه اخر يوم انا اتطلقت فيه، وانا كنت بخدمه قايمه وواجبي في بيتي بما يرضي الله، حتى اهلي كانوا كويسين معاه جدا، حتى كل اللي حواليه كانوا شايفين اللي هو غلطان، بس مامته واخوه وقفوا معاه وبيقولوا هو حر. طيب اتطلقته بالتراضي كده ولا بمشاكل؟ اتطلقت بالتراضي، بس انا جوايا انا حاسه، لان انا الحمد لله حاسه بالظلم، انا
انا حاسه اللي هو ظالمني، انا عايزه اعرف ده ظالمني ولا مش ظالمني. هل الاسلام عندنا شريعتنا بتقول اللي هو الزوج من حقه في اي وقت يطلق بدون سبب كده؟ ماشي يا استاذ وفاء، حضرتك حابب تسال في حاجه؟ لا هو سؤال واضح. شكرا جزيلا. هي مشكله من المشاكل المتكرره. طبعا لا نستطيع من خلال مكالمة السيدة الكريمة أن نعرف كل التفاصيل فنصل إلى المشكلة فنقول هو ظالم أو هي مظلومة أو العكس. وإنما الكلام في أصله أن كل زوج واجب عليه أن يراعي زوجته وأن ينفق عليها وأن يعني تكون هناك حياة زوجية طبيعية بين أي زوجين، وكذلك على الزوجة أن تطيع زوجها إلى آخر يعني الأمور الواضحة التي هي أحكام أصلية. إذا قصر أحد الطرفين سواء زوج أو زوجة فالمقصر أمره إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعني يوم القيامة ستكون الأمور واضحة أمام الناس. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فكل ما نقوله الآن للسائلة الكريمة أن هي لا تترك نفسها للشيطان، لأن كأن الشيطان متسرب أو النفس الأمارة بسوء، حتى لو قلنا يعني أن ما فيش شياطين في رمضان، النفس الأمارة بسوء تحاول أن يعني تزين لها بعض الأشياء فهتخليها عايشة في حالة عدم رضا وضيق نفسي وهم كمان تفضل طول الوقت متذكرة كان عمل أنا عملت أنا كذا أنا كذا. كل إنسان سيحاسب على فعله، من قدم خيرا سيجد خيرا، من قدم شرا سيجد عقوبة ذلك. فانت استعيذي بالله من الشيطان الرجيم وحاولي بقى تنسي الفترة اللي فاتت، خلاص تم الطلاق وانتهى الأمر، خلاص بقى يعني اقبلي على الحياة القادمة وادعي كده ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك الحال. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمود شلبي امين الفتوى والفتاوى المصرية، شرفتنا ونورتنا. كل عام وانتم بخير. وبشكركم مشاهدينا، نشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.